السوشي من المأكولات المشهورة حول العالم، خاصة في الآونة الأخيرة، فقد أصبح السوشي من أهم الأطباق التي تتزين بها موائد المطاعم. والسوشي ياباني يصنع في المطبخ الياباني من الأرز المخلل مع تغطيته بشرائح سمك نيئة مستطيلة منزوعة الجلد، أو يلف الأرز حول حشوات مختلفة من المأكولات البحرية أو الخضروات أو بيض السمك أو اللحوم الحمراء، وتغلف هذه اللفافة بورقة رفيعة من الأعشاب البحرية للتماسك وإضفاء نكهة أخرى. السوشي عالي القيمة الغذائية لانخفاض الدهن فيه، باستثناء المكون من بيوض السمك أو بعض أنواع التونة الذهنية أو الحشوات الغربية، وارتفاع البروتين والنشويات والفيتامينات والمعادن.